الشهير سينا، ومعانا فيها موهبة في الشعر، معانا أحمد جمال المدني طالب بكلية التجارة. برحب بيك يا أحمد. أهلا وسهلا بيك يا أحمد. في البداية كل سنة وأنت طيب، طبعا بمناسبة أعياد تحرير سينا. أحمد قول لنا بقى إيه هي موهبتك وكلمنا عنها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا يعني موهبة الشعر، الشعر الفصحى تحديدا، بدأت كتابة من حوالي 3 سنين تقريبا. الموضوع بالنسبة لي كان في الأول يعني مجرد إن أنا بحاول أكتب بس اللي أنا حاسس بيه واللي أنا عايز أقوله. بعد كده بعد التعمق في الموضوع بالنسبة لي هو مشروع، يعني أصبح مشروع حياة، يعني أسير على خطى ثابتة عشان خاطر أقدر أحقق هدف معين أنا بحلم إن أنا أحققه في الشارع. من امتى بقى اكتشفت موهبتك؟ يعني من حوالي مثلا بعد مرحلة الإعدادي بدأت أشارك في المسابقات والحفلات كده. بعدين بدأ الموضوع يعني كنت أقرأ شعري كتير، أحب الشعر. بعدين الكتابة دي جت بعد كده فترة ثانوي أو آخر ثانوي كده بدأت أكتب. يعني ونمتها ازاي بقى الموهبة؟ التنمية طبعا جت لأن أنا أصحى، لأن أي حد عنده موهبة لازم يعني يصحى للدراسة ويشتغل عليها كذا مرة عشان خاطر يقدر يكتب بشكل كويس. بدأت بعد ما عرفت إن في حاجة اسمها مثلا النحو، واسمها عروض، واسمها موسيقى الشعر والصرف، وكل ده يعني بدأت إن أنا أدرس مع نفسي كده، أجيب كتب وأقرأ كتير يعني. لوحدك لوحدي. بقيت تجيب كتب في الشعر وفي العروض وثقافة الشعر كلها وبقيت تقرأها، بالظبط. بتثقل بيها الموهبة. أكيد يعني. طب عندك نية في المستقبل تدرس دراسة أكاديمية بقى؟ يعني بيقولوا دايما كده ان الاكاديميه بتقتل الواحد. يعني مثلا لما يكون حد عنده موهبه مثلا في الغنى ويدرس مثلا او يدخل مثلا تكوين نوعيه فنيه مثلا موسيقى او كده او اي مثلا مجال، الاكاديميه بتقتل الواحد. زي الواحد لما يعني يهتم بعلم النقد مثلا بيقتل الشعر عنه. فشايف ان الموضوع الموهبه بس لو انت مثلا اصقلتها بالدراسه خلاص يعني بيغني عن موضوع الدراسه الاكاديميه. مين ساعدك وانت بتكتشف موهبتك وانت بتنميها؟ موضوع المساعدة ده يعني كان من خلال توجيهي بس، إن أنا مثلا لازم أعرف ده وأعرف ده. يعني مصادفة كده عرفت إن في حاجة اسمها موسيقى الشعر، كنت بكتب منظوم بس ما كنتش عارف يعني موسيقى الشعر مثلا. أدوات يعني امتلكتها، يعني ده كان أهم شيء في الموضوع، امتلاك الأدوات يعني من النحو ومن اللغة ومن العروض وموسيقى الشعر كده. فده يعني مكنني إن أنا إيه أبدأ أذاكر الموضوع كويس عشان خاطر عارف إن الأدوات دي مهمة. بس يعني المساعدة تمت من التوجيه إن عرفوني إن في حاجة اسمها كده، بس كل واحد لازم يتعب عشان خاطر يقدر يمتلك الأدوات. هل حد في البيت لما لقوك عندك موهبة بدأوا يساعدوك يجيبوا لك كتب ينموا الموهبة دي؟ هو بس يعني كان يعني مش تشجيع بس، يعني إيه مثلا حلو إنك تكتب، حلو إنك تقول، بس يعني كان مجرد إن في مكتبة كبيرة جدا في البيت، يعني بص والدي اللي هو كان بيكتب شعر برضه. والدك شاعر؟ شايف. فبعد انتقاله يعني انا بدأت اهتم بالمكتبة وكبرها شوية واقرا فيها كتير. يعني 8 سنين اللي فاتت فترة الكتابة يعني كانت فترة قراءة، والواحد حاول يعني ان هو يتطور الموهبة اللي عنده عشان خاطر ما يوقفش عند حد معين. بس لان اي حد موهبة حتى لو كان موهبة كبيرة حلم موهبة اكبر يعني لازم يدرس ويهتم بالموضوع عشان خاطر يقدر يكتب بشكل احسن. أنت أول قصيدة كتبتها كانت عن إيه؟ يعني كانت عن حد كده شعر تجاهي بإحساس معين بس. في صعاب واجهتك أثناء رحلتك منذ اكتشاف موهبتك لحد دلوقتي؟ أكيد يعني في صعوبات من خلال بس إن أنا أمتلك الأدوات، ده يعني صعب لحد أمتلك الأدوات. يعني الموضوع بالنسبة لي كان صعب إن أنا موضوع اللغة، إن أنا أطور اللغة عندي بشكل ملحوظ. يعني النحو كان كويس واللغة كويسة بس لازم تطوير اللغة على شكل أوسع. يعني الشاعر ده لازم يكون مدرك كل جوانب اللغة من كل شيء، يعني القراءات مثلا من عصر الجاهلية لحد العصر الحديث، كمية قراءات كبيرة جدا جدا حاولت إن أنا ألم بيها عشان خاطر أقدر بس أوصل لمستوى معين من اللغة يمكنني إن أنا أكتب بشكل كويس. اللغة العربية يعني واسعة جدا جدا، القرآن الكريم برضه نفس الكلام، يعني إعراب القرآن الكريم والكلام ده كله. قعدت يمكن 3 4 سنين كده في موضوع اللغة والعروض عشان خاطر أقدر أتمكن من الأدوات. فالصعوبات من الناحية دي، امتلاك الأدوات كان صعب جدا، فترة كانت صعبة لأنها مهمة الأساس، يعني الفترة الأساس هي امتلاك الأدوات. يعني الشعر بيجي بعدين، الفكرة والرؤية والصورة والموضوع كل ده بعدين، أهم حاجة الأدوات اللي بتحب بيها.
الشعر بس. طيب انت كنت بتقول انك انت بتكتب شعر بالفصحى، هل اكتفيت بالشعر بالفصحى ولا اتعمقت في فنون اخرى؟ والله يعني الشعر اصلا في كذا، يعني في كذا اتجاه، في شعر اللي هو شعر الفصحى اللي هو العمودي، في شعر التفعيلي، وفي شعر في القصيده المصريه وفي القصيده العاميه. كان ليا تجارب في كل حاجه فيهم، يعني بدات اكتب فيها عشان بس اكتشف العالم ده لاول مره بس كده. بعد كده اكتفيت بالشعر الفصحى لان هو ده بالنسبه لي الطريق اللي انا عايز امشي فيه. يعني مين قدوتك من الشعر؟ يعني مش ما اسمهاش قدوة، بس في حاجة اسمها الشاعر المعلم. يعني الشاعر المعلم ده اللي أنا شايفه أتعلم منه، وشايف إن هو مثلا الخطى اللي هو صار عليها عشان خاطر يقدر يوصل اللي وصل له، إن أنا حبيت أمشي عليها، بس لازم أتخطاها برضه عشان خاطر في دايما كان بيقولوا ابدأ من حيث انتهى الآخر. فيعني لو أنا هكتب اللي اتكتب مفيش داعي إن أنا أكتب، لأن لو هقدم جديد ماشي. يعني هو اللي بتاع في الاختلاف. مين بقى اللي بدأت ده ممكن يكون مثلا المتنبي إلى حد كبير، أنا أسمي المتنبي شيخي وأسمي أبي أمام. طيب كنا سمعنا إنك أنت لسه راجع من السفر وحصلت على جوائز، احكي لنا بقى على جائزتك اللي لسه أخدتها من مسابقة الشرق الثقافية. جائزة الشرق الثقافية لشباب الجامعات العمر المصرية بتاع 2 دي الأول كانت السنة اللي عدت، كنت حاصل فيها المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية. فالسنة دي اشتركت تاني يعني، والحمد لله يعني حصل لي المركز التاني. يعني كان الموضوع حلو يعني في الأول، واشتركت فيه لأن أنا عارف كنت يعني مشارك السنة اللي قبلها وكنت حامل اللقب، فإيه يعني كان في ثقة شوية ومطمئن يعني. حصلت على مركز على مستوى الجامعة الأول هنا، وصفيت على مستوى الجامعات المصرية في كامبس اسكندرية التصفية. كان تقريبا مشاركة حوالي 350 شاعر تقريبا يعني. تم اختيار 5 من 350، كنت من ضمن الـ5، وبعدين صعدت المرحلة النهائية والحمد لله حصلنا المركز الثاني. هل في جوائز ثانية أخذتها؟ في يعني كان بدأ الموضوع الجوائز زي ما كنت بقول دايما، يعني الواحد كان بيبحث عن أفق جديدة لما جه الجامعة أول مرة. يعني هو كان حلم مثلا ناخد أول على مستوى الجامعة في البلد مثلا في الشارع، أو مثلا أخد مسابقة كبيرة أو كده. لحد ما 2010 أخدت مركز أول مستوى الجامعة هنا، 2011 أخدت برضه أول مستوى الجامعة، 2012 أخدت أول جايزة لي على مستوى الجامعة المصرية في الشارع، أخدت مركز أول مستوى الجامعة المصرية في منطقة أحياء الوطن الجميلة، شاركت 24 جامعة مصرية. ده كان دي كانت أول جايزة على مستوى الجمهورية يعني. بعدين بعد الجايزة دي، الجايزة يعني دي جوائز الأهم في حياتي. كان في تكريم واحد من ضمن أفضل 30 شاعر شاب على مستوى الجمهورية. تم تكريم من المعهد الثقافي الإيطالي تحت رعاية المفوضية الأوروبية، وتم اختيار ممثلين لي يترجموا الإيطالية والإنجليزية، وتم التكريم كان في ورشة كبرى في القاهرة في مقر المعهد الثقافي الإيطالي برعاية الاتحاد الأوروبي يعني. ده كان تكريم برضه من التكريمات اللي كانت مهمة بالنسبة لي، وأعطاني يعني كده طريق جديد إن أنا أقدر أبدأ منه، وعرفت على ناس كتير جدا يعني. قابلت أحمد عبد المنعم الجازي حسن، قابلت ناس كتير في الموضوع ده، شعر الشباب اللي كانوا معايا برضه. فكانت مسابقة يعني جيدة جدا بالنسبة لي يعني. بعدها كانت جت تجربة جائزة الشباب الصحية للإبداع الموسم الثاني، حصلت على المركز الأول. بعدين انتهى الموضوع بالجائزة الشباب اللي هي الأخيرة. غير ان في مسابقات يعني عاديه مثلا واحد يبص فيها، بس دي المسابقات الاهم يعني. بعد في مشاركات في المؤتمرات والحاجات دي. هل سبق انك كتبت حاجه وقامت باغنائها في كل الجامعه؟ في يعني اول عمل استوديو الاعلام في كليه الاداب كان في 2011 تقريبا، 2012 كانت اغنيه تفتح مصر ولادك، غناها أحمد يونس مصطفى وكنت كتبت كلماتها وكده. فدي ده كان بداية شغلي مع اللي هم البيران في الكورال يعني، المدربين في الكورال يعني. كنت أكتب لهم الكلمات وهم كانوا يلحنوا يغنوا، وبالفعل كان في حفلات اتعملت بره، وكان في كان يعني أغاني وكلمات كده في الحفلات دي. طيب إيه مدى دعم الجامعة ليك هنا في المجال؟ ما جيت لحد هو انا اشغل منصب في الجامعه حاليا امين عام نادي الادب الفكري في جامعه جنوب الوالد، مدير مشروع تنميه المبنى بتاعي في الجامعه. يعني موضوع الدعم هو من ناحيه يعني الجامعه عموما بتفتح افق، ان انا مشاركات على مستوى الجامعه المصريه عموما بتفتح الجامعه، انا في الجامعه ده اول دعم يعني.
يعني قصدي بس هو دعم يعتبر برضه، ان هم بسبب ان انا في الجامعه شارك في المسابقات دي، فجاب لي ناس كتير يعني واحتكت بناس كتير برضه، ده كان بسبب تقدير المهم عندي. يعني لاي حد مثلا محتاج ان هو يحتك بالناس عشان يعرف مستوى بين الناس. يعني اول مره شارك في 2011 تقريبا و2010، كانت المستويات بالنسبه لي مذهله. يعني ان انا مثلا اشوف حد بيكتب انا سنتين، كنت 2010 رحت كنت منبهر من مستوى الدكتور شارع شعري، طلع يعني حاجه ثانيه، بس كنت اكبر مع الشعراء يعني او مستوى الجامعات المصريه، فكنت منبهر من المستوى يعني. فبعد كده يعني التطوير تم يعني الحمد لله، رايي 13 قدرت احقق المركز الاول. فيعني هي الفكره ان الجامعه نفسها بتدي الفرصه للموهوب ان هو يقابل الناس يتكلم الناس انه عشان يعرف مستوى الناس فيه. الجامعه تحت فرصه بعد كده من خلال سوق الاعلام، كنت بسجل فيها كتير، كنا بنشتغل فيه شغل حلو يعني. وانا حبيت برضه اختم الجامعه في الموضوع ده يعني. عملت اغنيه تحت مصر اللي كانت بدايه عمل استوديو الاغنيه، وعملت سيناريو فيلم معزوف من الجنوب، فيلم التسجيل عن جنوب الجنوب، كان عامل السيناريو بتاعه. هل في صعوبه وكده في جنوب الجنوب اللي بتوصل رساله؟ لا، بس يعني الرساله اللي وجهها الاهتمام بشكل اكبر بالشعب في الجامعه او بالمواهب عموما يعني في الجامعه، فتح افاق ليهم. انا بحاول اكون حاليا يعني في مقر المشروع في كليه الاداب عندنا يعني. انا كليه تجاره، بس انا المشروع ده واخد مني وقت تدوير مشروع الاداب المشروع. انا بعمل كورسات مجانيه للطلبه اللي هم بيكتبوا شعر في العروض في النقد، وبقوم بالدورات دي كده. فانا يعني يا ريت لو ده مثلا هيوصل لحد قائم عن الموضوع ده، يعني يدعم الموضوع بشكل احسن، بحيث ان هو مثلا يبقى فيه اعلان مثلا او تدعيم مثلا او اي شيء. تكلمنا عن المشروع اللي مناسب للمشروع اللي ده مشروع تابع للجودة يعني، وزارة التنمية العالية كانت بعت المشروع ده، والجامعة خدت وجاء على اسم مبدأ الفكر عشان يطور المواهب. بنمر ثلاث مراحل المشروع. المرحلة الأولى اكتشاف المواهب، اكتشاف المواهب المستقطبة يعني. المرحلة الثانية تطوير المواهب من خلال عمل ورش عمل ومهارات مجانية. والمرحلة الثالثة الأخيرة مرحلة الإنتاج، عمل ديوان شعري مشترك لكل الشعراء اللي هم طوروا موهبتهم من خلال السنه اللي تم فيها التطوير، ومعرض فني اللي هم بيرسموا فيه، لانه مشروع فيه رسم فيه شعر فيه قصه قصيره ومقال. من امتى المشروع ده بتاعك؟ 3 سنين تقريبا شغال، السنه الثالثه. السنه دي شغال؟ اه السنه دي شغال. طيب ازاي بقى بتجيب المواهب هو عن طريق يعني موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بس لان ما فيش امكانيات ان احنا نعمل دعايه واعلان يعني بشكل كبير، لان ما فيش اصلا دعم يعني. لكن هو الموضوع يعني ايه، واخدين مقر ثابت وبيكتب في ادوات. لان الوزاره اول ما بعت المشروع كان في دعم الاول مادي تقريبا 20,000 او حاجه زي كده، فالمشروع تم بيها يعني. فانا اول ما مسكت الاداره كان في ادوات يعني موجوده للرسم وكده، وكان في مكان دعم متوفر ثابت. فده يعني لحد كبير جيد يعني، لان انا اشتغل ما فيش مثلا دعم مادي ما فيش، لكن الموضوع يعني ايه حلو، في مكان ثابت وفي ادوات بشتغل بيها كده. فلو كان في امكانيه للدعم يعني ده هيكون شيء جميل جدا جدا، لان انا برضه واجهت دلوقتي مش عارف اصدر الديوان المشترك للشعراء اللي هم تم تدريبهم يعني، لان عايز طبعا موضوع مكلف برضه يعني لحد ما، مش مكلف يعني مكلف كبير يعني، بس يعني ايه برضه محتاج دعم يعني. والمعرض الفني ده برضه عايز دعم برضه. فيعني بس تفزت من مرحله الاكتشاف مرحله التطوير المرحلة الأخيرة من الاستحقاق المركزية. اللي هي مرحلة العرض. الإنتاج. طيب أحمد هتسمعنا إيه النهاردة من كتاباتك؟ ممكن قصيدة اللي حصلت فيها على المركز الأول السنة اللي فاتت بتاعت ده. قصيدة اسمها بخاري الدين. ولو يا مصر ويا مصر قد أقبلت والقلب نازف وأهرامك العصماء تغفو بكاهلي. قتلت بخنجر قاتل ألف مرة ومن فرط حبي قد غفرت لقاتل. هنا عند مطلع فجر جديد وصمت النخيل ودفء البيوت، هنا عندما يطرح القمح فجرا ونغرس شعرا فنحصد شمسا ونبلغ بالأمنيات السكوت، هنا قد ولدت هنا قد أموت هنا، والسماء كما اعتدت تمطر حزنا علينا لنبكي، تمطر أوجاعها فوق برج الحمام،
هنا والسواقي تدار بآهاتنا كي نلقن للماء ترنيمة الطين للنخل سر السلام. هنا والمسافات والشمس وقت الحصاد البيوت القديمة والفأس أفصح من كل ما قيل من أول البوح حتى انتهاء الكلام. هنا عند آخر ما يتدلى من النور وجه الصباح الأصيل الحكايا بساطة قوم تلخص تاريخ آلامهم فوق وجه المدينة. هنا قد عرفت السكينة حملت حملت تحملت قلت سكت ونحت عرفت الطمأنينة. الآن أمضي وأترك خلفي مواجع لم تستطيع البلاد تحملها فاتركوني وحيدا كما قد تعودت أجمع أقدام روحي ألملم أزهار قريتنا الحانية وألقي قميصا تخضب بالطين والنيل للمرة الثانية. على بعد نصف حياة أمر عليكم وحيدا كما أتعود أجمع من عزلتي أصدقاء لطول المسيرة أو أكتفي بانكساري وأمضي إليكم. خذ العمر مني خذ العمر مني تعبت من الحزن لكن يعزي مسيري بريق التمني. منعت عن القلب هذا الغناء وروحي على سترة الصمت ما زالت تغني. خذ العمر مني خذ القول عني لا تأخذوا عن عذابي يدي قد تخللها عجزكم جئت أحمل فوق خطاي انسحابي. على نصف عمر أتيت وبعدي يصلب فوق الطريق اضطرابي ولملم تاريخ أرضي وأمضي بلا وجهة كي أوزع للفقراء النجوما أفرق أجزاء جسمي فأترك ساقا هناك وقلبا هنا أرتب بيتا فسيحا يضم الأحبة والأصدقاء المساكين والشعراء يضيق عن الزيف يؤمن بالحب يكفر بالمستحيل يربط فوق كواهلنا في المحن ويضمن للعاشقين النهاية قبل البداية يكفل حلم الرغيف يغطي الرصيف بأغنية كي ينام المساكين يضمن للأغنياء السعادة يرفع ما يتسلل للفقراء من الخوف والضعف والإنحناء. هناك سنصنع أرضا بطعم السماء هناك سنكتب شعرا وفيا صديقا لنا لا يهادن عرش الملوك ولا ينحني في الشوارع نرسم أفقا لأغنية تحتوينا نغني سوا. ما شاء الله عليك بجد شعرك جميل جدا يستحق انك انت تاخد جوائز اكتر واكتر مستحقين للتقديم. احمد جمال مدني بنشكر حضرتك على تواجدك النهارده معانا شكرا ليك وربنا يوفقك ان شاء الله متقدم لتقدم شكرا. وبكده مشاهدينا نكون وصلنا معاكم لنهايه فقرتنا النهارده هنروح فاصل وهنرجع تاني مكملين معاكم الاحتفالات.